قوافل الخير تنطلق من مركز الملك سلمان محملة بسلال غذائية لدعم وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجاً في عدد من الدول خلال شهر رمضان المبارك. اليوم نحن ندشن إحدى هذه المبادرات، وهي مبادرة إطعام الرمضانية التي شارك فيها عدد من المتبرعين والمتبرعات للمساهمة في تخفيف معاناة الاحتياج الغذائي في 19 دولة، وأن يكون شهر رمضان شهر خير وبركة وأمن وأمان لهذه الدول، وكذلك توفير الطعام المناسب لهم في شهر رمضان المبارك. وقد تم العمل على هذه السلال بمعايير تلبي احتياجات الأسرة طيلة الشهر في كل بلد، وبالتعاون مع شركاء المركز رتب لهذا المشروع منذ أكثر من 6 أشهر. ترتيب هذا المشروع بدأ من حوالي 6 أشهر ماضية بحمد الله عز وجل. تم اختيار السلة بعناية حسب ما هو متعارف عليه من طعام في الدولة المستهدفة. تم ترتيب كذلك المناطق المستهدفة من حيث الأولوية ومن حيث أعداد المستفيدين. تم التنسيق مع الشركاء المتواجدين على الأرض في هذه الدول. وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من السعودية ممثلة بالمركز لتوفير الأمن الغذائي للدول الأكثر احتياجاً. مبادرة إطعام تهدف إلى الوقوف على حاجة المسلمين في مختلف بقاع العالم، وهي شراكة بين مختلف المؤسسات المانحة والمجتمع المدني. علي الشريف، سكاي نيوز عربية، الرياض.